وهي احلى اخوات بالعالم، كيفكم؟ ان شاء الله تكون كثير منيح. وانت عم تشوف فيديو اليوم، اليوم الفيديو راح يكون عن قصه كثير حلوه ومشوقه للعيد، يعني بمناسبه العيد وهيك. يعني حكيت انه لازم يعني نسوي قصه عن العيد لانه كثير قرب العيد، يعني ما باقي له الا كم من يوم. فيا فاليوم الفيديو راح يكون عن العيد وهيك، يعني راح تكون قصه تجهيزات العيد، يعني انه كيف روتين تجهيزي للعيد، يعني هاي البنت فبلعبة جديدة وكتير حلوة اسمها ميجا، بظن انه ميجا تاون، كتير لعبة حلوة وجديدة، يعني اول مرة اسوي فيها قصة على القناة. فقبل ما اشوف فيديو لا تنسوا فيديو لايك وشير سبسكرايب، ولا تنسوا هاشتاج حاجة توصيل قصة اللعبة 60,000 مشترك، وكمان اكتبوا لي تحت الكومنتات شو حابين اعمل لكم قصص. يو يلا بلش. اوه يا الهي، لم يتبقى شيئا للعيد، يجب علي ان اجهز. اوه سوف اقول للخادم انني سوف اخرج. ايتها الخادمة، ماذا تريدين؟ تفضلي. انا سوف ارتدي ملابسي واذهب للخارج، ساذهب الى الصالون وسوف اذهب لاحضر ملابس وهكذا. على الروح بوسع، سوف تأتين وتجدين المنزل نظيف وجميل. حسنا شكرا لك. عفوا. سوف اغير ملابسي، لا اعرف ماذا سوف ارتدي، سأرتدي اي شيء. أعتقد أن سأرتدي هذه، لا حسن سأرتدي هذه الملابس لأن الجو حار في الخارج، لا أريد أن أرتدي هذه. حسن الآن سوف أذهب إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سيدتي. أوه يا إلهي، سوف أخرج الآن، سأذهب إلى الصالون. أولا سوف أفعل الشوبينج في هذا المحل، طبعا لا بقول لكم شيء انه سوري لانه انا هلا بصور بالايباد وما في استنباط انكر. اوه يا الهي لقد وصلت. اوه ما اجمل ذلك المحل. تفضلي، ماذا تريدين ان اساعدك؟ اوه لا انا سوف اخذ بنفسي. اوه حسنا. اوه الهي ان هناك ملابس جميلة وجميلة وجميلة. اوه انه كالاموات، لا اريد هذه الاغراض. إنها جميلة جدا، سوف أضعها هنا وأرى ملابس أخرى. أرى هذه، لا ليس جميل. حسنا سأخذ هذه لأرى هذا الفستان. واو إنه جميل جدا، أنا أعتقد أني سوف أخذه، سوف أخذ هذا الفستان. حسنا لو سمحت سوف أخذ هذا الفستان. أتريدينه هدية؟ لا أريده للعيد. حسنا سوف أضعه لك في الكيس. تفضلي. شكرا لك على الرحلة والسعة. أتريدين شيئا آخر؟ لا أعرف سوف أنظر هكذا. أنا أريد أن أشتري شوز أو حذاء. سوف أشتري حذاء يلبق. لا ما هذا الشيء. حسنا أعتقد أنني سوف أخذ هذا. نعم هذا جميل جدا، سوف أقر له. لو سمحت، أو ماذا هنا؟ أريد أن أخذ هذا. حسنا هيا خذيه معك، شكرا لك على الرحلة والسعة. أجرك شيء آخر؟ لا لا، للقاء للقاء. سوف أذهب الآن، الآن إلى الصالون. نعم أعرف ذلك. لقد وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا يوجد عندكم؟ أريد من هذه المسألة كل شيء أريد أن أفعله لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتريدين أن أفعل كيف هكذا يعني تدليك وكذا؟ نعم بالطبع، هي حسن يمكنك أن تجلسي هنا. حسنا شكرا لك. عفوا، أي يمكنك الاستراحة. شكرا لك. هيا سوف أضع لك هذا القناع. انتظري قليلا، سوف نبدأ. حسنا وبعد مرور ساعة لقد انتهينا. شكرا لك على الرحب والسعة. يمكنك أن تأخذ أغراضك. فقط قبل أن أخذ أغراضي سوف أسألك على الغرفة التي هناك، إن هناك يرأسها واحدا آخر. حسنا يمكنك أن تأخذي ملابسك. حسنا لقد نسيت. إلى اللقاء. إلى اللقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وماذا تفعلون هنا؟ هنا نفعل عمليات تجميل إن لم يكن يعجبك شيئا في شكلك أو في وجهك، ويمكن أن نضاعفك ونسمنك. لا، أنا هكذا أريد جسمي، لكن أريد أن أغير في شكلي. حسنا، يمكنك أن تضع أغراضك هنا. سوف أدعك ترتدين شيئا، لا أعرف ماذا. أي كان سوف أدعك تجلسين هنا. حسنا حسنا أيات، تفضلي هنا. سوف أبدأ الآن. كيف تريدين أن أغير لك شكل وجهك أو حواجبك أو شيئا من عندك؟ لا أعرف صراحة. حسنا، سوف أفعل لك شيئا وسوف تقولين لي. إلهي، هم سوف أضغ لك أية، أغير لك عينك كما تريد. صراحة لا أعرف أن عينك أجمل عين من الذين موجودون. لا بأس، أنا لا أريد أن أغير عيني. حسنا، سوف أغيرك. لو ما لون بشرتك تكون؟ لا بيضاء كثيرا ولا سمراء كثيرا، أريدها متوسطة. حسنا، هكذا صحيح. هنا كيف أريدها؟ هكذا. حسنا، ولنرى الفم كيف سوف يكون. كيف تريدين أن يكون؟ هكذا. سوف أريك، إن لم يعجبك سوف أعيدك إلى ما كنت. حسنا، فلنبدأ. هيا، يمكنك أن تقومي. أين المرأة؟ لا أعرف صراحة. حسنا، سوف هنا. يا إلهي، ما هذا؟ إنه جميل جدا جدا جدا. أنا أتشكرك جدا 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 جدا. لا أعرف كيف سوف أتشكرك، لكن إنك جميلة جدا أصبحت الآن. حسنا، شكرا لك. يمكنك أن تأخذ أغراضك. لقد نسيت. حسنا، الحمد لله لقد أتيت. سوف أغير لكن في شكلي قليلا، سوف أغير تسريحة شعري وهكذا للعيد. شكرا لك، رح بوسع. لقد تمت. سوف أخذ مشروب من عندها. سوف أخذ مشروب. حسنا، تفضلي. إن الحساب بأكمله في الأسفل. حسنا، شكرا لك. عفوا. الحمد لله. سوف أذهب إلى الطابق السفلي. يا إلهي، سأنتظر الدور. هل يوجد أحد هنا؟ لا لا يوجد أحد. يمكنك أن تأتي. حسنا، سوف أضع أغراضي هنا. ماذا تريدين أن أفعل لك؟ يمكنك أن تجلسي هنا. أغير لك تسريحة شعرك. صراحة نعم، أريد أن أغيرها. فانتظري أي تسريحة وأنا سوف أقول لك. حسنا، لماذا ذلك؟ هل يوجد مرأة؟ بالطبع يوجد مرأة. إنها جميلة جدا، لكن أعتقد أنني التي كنت أفعلها أجمل. لنرى تسريحات أخرى. لأرى نفسي. واو، إنها جميلة جدا. شكرا لك جزيل الشكر. عفوا، تريدين أغير؟ نعم، سوف أضع لك الكثير من التسريحات وتختاري واحدة. لا لا، إنها ليست جميلة جدا بما فيه الكفاية، لكنها عادية. نعم، أعتقد أن هذه تلك تسريحات البنات، وإنها تسريحتك الأصلية. هذا هو، تريدين شيئا آخر؟ أعتقد أنني سوف أخذ هذه التسريحة. لنرى. هذه التسريحة سوف أخذها. حسنا، وماذا يوجد هناك؟ أريد أن أغير تقريبا سواد شعري. حسنا، هيا سوف أغسله لك. حسنا، شكرا لك. ماذا تريدين اللون؟ أظن أن بنفسجي الذي أريده. ملكي، إنه جميل جدا، أنا أنصحك أن تفعليه ذلك. حسنا، شكرا لك. عفوا على الرحب والسعة. أيضا تريدين أن أفعل لك شيئا؟ أقصه لك شعرك؟ لا لا، شكرا لك، هذا هي كفاية. حسنا، شكرا لك. الدفع هنا، ماذا فعلت؟ لقد فعلت ذلك ذلك ذلك. حسنا، تفضل. شكرا لك على الرحب والسعة. تريدين شيئا آخر؟ لا شكرا لك، سوف أخذ فقط أغراضي وسوف أذهب إلى المنزل. وهذا كيف سوف تتفاجأ من الخادمة، لأنها لم ترني في هذا الشكل من قبل. يا إلهي، لقد شعرت بالتعب الشديد لأننا لا منذ 5 ساعات هنا. سوف أذهب إلى منزلي ولأولادي ولكل شيء. الحمد لله يا إلهي. سوف
أذهب إلى منزلي. يا إلهي، أوه صفورته بالمنزل وهكذا. السلام عليكم. من هناك، اخرجي من هذا المنزل. لماذا تؤذيني هذا الكلام؟ هو ليس منزلك وهكذا. لكنني انا هي. من انت؟ من انت؟ انا جوليا. ماذا سوف تريدين ان تفعلين بذلك؟ انا هي التي كنت في الطريق واتيت. يا الهي، لماذا تغيرت هكذا؟ لقد تغيرت لاني فعلت عمليه تجميل.